طب ممكن تقول الو كده يا كابتن؟ الو 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 كابتن طارق احمد، بقى دلوقتي احمد طارق، احمد طارق سليمان، منورنا في برنامج السادسه. ازي حضرتك يا ساره؟ شرف ان انا معاك، ده شرف لينا كابتن طارق. عايزه كابتن طارق تقيمه لي كده على الهوا كحارس مرمى. احمد برضو، بصي احمد بدا معايا من سن 5 سنين او 6 سنين، وديته اكاديميه النادي الاهلي، كنت انا لسه بلعب. بدا في اكاديميه النادي الاهلي وخد الخطوات زي اي حد بيبدا صغير. لازم الحارس، زي ما بقول لحضرتك، الحارس ده صناعه وفتره كبيره، ولازم يفضل، يعني خد بالك بيحصل بقى مطبات كتير قوي. فاحمد بدا في اكاديميه النادي الاهلي، قعد فيها حوالي سنتين، وبعدين دخل اختبارات القطاع الناشئين، وما كانش ليه علاقه بالاختبارات خالص. بيدخل زيه زي اي حد، بيقطع تذكره، بيخش مع والدته، والدته بتقول لي اختبارات. انا بقى بعيد تماما عشان بعيدة. ما يبقاش في واسطه والكلام ده. هو لو شافوني هيبقى الناس، انت عارفه الدنيا صعبه، والسوشيال ميديا طبعًا. والناس بتتكلم، احنا بناخد، احنا في تعب. انا مش ممكن، انا يعني انا ابقى مدرب حراس مرمى اكيد، وابني يروح اختبارات حراس مرمى في النادي الاهلي وما ينجحش. صح. يبقى انا عندي مشكله، انا اللي عندي المشكله. صح. مش ابني. طب خليني اسالك يا كابتن احمد، يعني كابتن طارق بيمثل لك ايه؟ هو يعني اول يعني قدوتي في الملعب. يعني انا لما كنت ببقى عايز، انا يعني كنت بيفرجني على الفيديوهات بتاعته زمان والماتشات وكده. يعني لا، هو كان حارس مرمى كبير، يعني انا لحد النهارده ببقى في حاجات هو كان بيعملها انا عايز اعملها لما يتاح لي فرصه ان انا العب في الدوري الممتاز. يعني طيب اول حاجه كبيره بالنسبه لي اكيد. طب عايز اعرف برضو ايه اهدافك الفتره اللي جايه؟ كلمني عن طموحك كده مع النادي الاهلي. انا يعني موجود في النادي حاليا، وبحاول ان انا في اي وقت اطلع اعاره، لان طبعا صعب الدنيا موجوده في النادي صعبه. كابتن محمد الشناوي وكابتن علي وعلي الصبير، فبحاول ان اطلع اعاره العب بره سنه او اثنين او ثلاثه، لحد ما احس ان انا خلاص يعني بقى عندي كتير كفايه ان انا اقدر العب في النادي الاهلي في الدرجه الاولى. ان دي حاجه سهله والموضوع صعب، لازم يبقى انا عندي اكسبيرينس كفايه ان انا اقدر اشيل اسم المكان ده. اكيد. طيب ايه النصايح اللي دايما بيقولوها لك كابتن طارق كحارس مرمى؟ الصبر عامه، اي حارس مرمى يعني هو على طول بيقول لي لازم تصبر، لازم تشتغل كويس قوي. يعني انا خدتها منه حتى من غير ما هو يقولها لي، ان انا اجتهد في شغلي. يعني هو مجتهد جدا شغله، ودي حاجه انا خدتها منه، بس بالفرجه عليه وهو بيمرن في النادي، سواء بره النادي انا كنت بشوفه على طول بيجتهد في الشغل اللي هو بيعمله. يعني فدي حاجه انا خدتها منه تلقائي. يعني طيب شايف يا كابتن طارق في كابتن احمد الشخصيه القياديه من وهو لسه صغير كده، اللي بنقول عليها لازم تكون في حارس المرمى؟ لو مش عنده كنت طلعته بره، ما كانش واقف حارس مرمى خالص. لو مش عنده. انا بكلم بكل امانه، احمد شخصيه قويه جدا جدا، وشخص هادي. بس ما شاء الله، يعني احمد يعني ما اشوف الكلام ده وهو صغير. عنده حتى المدربين بيقولوا الكلام ده، يمكن انا يعني ايه عشان تشهاتي مجروحه شويه، المدربين في النادي الاهلي شايفين ده. مع طبعا المدربين اللي موجودين في النادي دلوقتي، كابتن اكرامي كراجل مسؤول عن المدربين حارس المرمى في النادي الاهلي، مع الكابتن عمرو انور كمدير فني موجود في ال 99 دلوقتي، مع كابتن ايهاب خميس يعني مسؤول مدرب حراس مرمى معاه طبعا. أكيد. كلهم بيقولوا الكلام ده. واتقال الكلام ده كمان من فتره كبيره، من حتى لما كان موجود الكابتن ابراهيم رياض في القطاع كان شايف الكلام ده. كل المدربين بقى اللي اشتغلوا معاه، كابتن تامر الدسوقي ومدربين كتير في القطاع اشتغلوا معاه، شايفين الله يرحمه كابتن سامح يحيى طبعا عشان ما انساش حد، اول واحد قال لي ان احمد ده هيبقى جول موهوب. وفعلا احمد ما شاء الله عنده موهبه وعنده شخصيه وعنده المواصفات الجسمانيه. بتشوفه واخد منك ايه؟ واخد مني في الناحيه في حراسه المرمى. في حراسه المرمى هو ما شاء الله، يمكن انا ممكن ربنا يكرمه ويعديني، يعني اتمنى انه يبقى احسن مني. يعني الاب دايما بيبقى اتمنى ان يبقى ابنه احسن منه يعني. بس انا شايف ان هو ما شاء الله عنده قرار، وعنده الكرات العرضيه ما شاء الله بيتعامل معاها بشكل كويس قوي قوي. وانا كنت حتى بلعب، دي مهمه جدا. انا كنت بلعب، كنت بحب قوي ان انا يعني ابقى عندي اطلع في الكرات العرضيه، فما شاء الله هو مميز فيها جدا. زائد كمان ان هو عنده الرياكشن تحت الخشبات بيعملها بشكل كويس قوي. فاحمد زي ما بقول لك هو عنده شخصيه، مواصفات جسمانيه ما شاء الله موجوده بشكل كويس قوي، زائد وعنده موهبه. والموهبه دي زي ما بقول لك هي محتاجه شغل ومحتاجه صبر. طيب كابتن احمد عايز اسالك برضو، وانت متابع كده طبعا الكره العالميه وبرضو الكره المحليه، غير كابتن طارق سليمان مين قدوتك من حراس المرمى؟ قدوتي من هنا في مصر هو كابتن محمد الشناوي. اكيد هو مش قال لاي حد ان انا يعني
يعني اجتهد وصبر كتير وقعد يعني بره النادي الاهلي 8 سنين بيلعب بره في الدوري الممتاز لحد ما رجع النادي ولعب كاس عالم حارس مصر الاول يعني خد مان اوف ذا ماتش محدش يقدر ينساه ابدا. ومن الكره العالميه انا بحب تير شتيجن جدا يعني. طيب يعني شتيجن بالنسبه لي حاجه مثال كويس لحارس مرمى. طب احب اعرف كابتن طارق كان بيتعامل معاك ازاي اثناء التدريبات؟ والله الموضوع كان صعب يعني كان في الاول كان موضوع صعب جدا بس هو يعني علمني ان احنا لازم نتعامل بطريقه بروفيشنال يعني. كان كنت بنزل الملعب كنت انا حسيت من اول ما نزلت الملعب يعني الموضوع كان في الاول صعب ان انا ده بابا يعني في الاول وفي الاخر يعني. بس بعد كده بعد اول تمرينه يوم اثنين ثلاثه بدانا حتى انا وهو خلاص نادبت ان ده حاجه طبيعيه. ان انا جاي بشتغل انا بالنسبه له حارس مرمى ناشئين طالع الفريق الاول متصاعد المفروض ان هو يحاول يطور منه على قد ما يقدر. ونفس الكلام كان معايا برضه مصطفى صبير يعني بالنسبه له احنا الاثنين كيسز هو عايز يحسن من الناس دي عشان خاطر النادي فهو بصراحه عايز يخليني نوصل ان احنا نتعامل كمدرب ولاعب حتى انا كنت باجي التمرين لوحدي يعني من البيت كان يقول لي لا انت عندك مواعيد عندك شغلك انت تنزل تاخد عربيتك بتروح بيها التمرين ما نروحش مع بعض حتى يعني. يعني بنتمنى لك طبعا كل التوفيق يا كابتن احمد ما شاء الله كمان من النقطه ما شاء الله يعني عجباني فيه قوي ان هو كمان حتى في الدراسه بقى كمان مهتم بدراسته قوي واحمد كمان مهندس ما شاء الله يعني هو في ثالثه هندسه ما شاء الله السنه ان شاء الله فيعني برضو دي من الحاجات اللي يعني مركز فيها قوي انه يعني طبعا مع الكوره صعب قوي لان هو يجمع صعبه جدا وانا كمان كنت رافض بس هو يعني قال لا انا حابب ان انا ادخل هندسه لان هو عنده القدرات دي عنده يعني من الحاجات اللي انا كنت رافض تماما موضوع انه يدخل هندسه لان برضو عارف ان الموضوع صعب قوي الهندسه صعبه ومع الكوره ووقت الكوره والكلام ده يعني ما تلاقيش كتير قوي لعيبه كوره ومهندسين او دكاتره الموضوع صعب طبعا صعب جدا فانا كنت رافض تماما فهو قال لي لا انا اللي اقرر هو اللي صم وده دليل على شخصيته القياديه برضو شخصيه طبعا قوية. في حاجات كده بص حضرتك مهمه قوي مهمه قوي انا طب عشان ما نسيبوش كتير على التليفون تقول له ايه يا كابتن قبل ما نقفل بقول له احمد الكوره محتاجه صبر محتاجه صبر يعني وده في امثله قدامنا كتير زي ما انت ذكرت كابتن محمد الشناوي طلع بره النادي الاهلي قعد 8 سنين يلعب بره ورجع تاني النادي الاهلي وهو ماشي حتى قال لي الكلام ده قال لك انا هرجع تاني النادي الاهلي هرجع تاني وهلعب في النادي الاهلي ورجع ولعب كاس عالم وانا بقول له بقى ايام انا بقى كمان كان في كابتن شوير كابتن شوير في النادي الاهلي احنا متسمى ايوب الكره المصريه قعد فتره كبيره جدا في النادي الاهلي كان بيلعب كابتن ثابت وكابتن اكرام كابتن الله يرحمه وكابتن اكرام والثلاثه منافسه شريفه بينهم لحد ما كابتن شوير حط رجله ولعب ولما لعب فضل يلعب لحد ما كابتن ثابت بطل ولحد ما كابتن شوبير بطل ولعب بعدها ولعب كاس عالم 90 فهي كرة محتاجه صبر اكيد بشكرك جدا يا كابتن احمد ويتعب ومحدش بيضيع يعني ربنا ما بيضيعش تعب حد اكيد وبتمنى لك التوفيق اكيد سواء في الهندسه او في حراسه المرمى